ومرحبا، أسعد الله أوقاتكم حبايبي. اليوم راح أسوي لكم أذكى كيكة اسفنجية في العالم. خليكم معنا، نبلش بالخطوات. راح ننزل بيض 350 جرام، وراح ننزل كمان السكر 360 جرام، راح نحط معهم كمان المي 160 جرام. بدنا نحطهم مع الخلاط، نخلطهم 3 دقايق لما ينهض البيض. تعال شوفوا هون كيف نهض، يا سلام. راح ننزل الطحين 500 جرام، هون راح ننزل 10 جرام بيكنج باودر و70 جرام محسن، 5 جرام فانيلا. بنرجع نحطهم على الخلاط كمان مرة، بنخلطهم مدة 4 دقايق لما تنهض 100%. تعال شوفوا هون، هون بلشت تنهض. شوفوا كمان مرة كيف نهضت، يا سلام. هيك صارت جاهزة. بدنا نجهز الصينية هسه وننزل. هون نزلناهم، نفردها بشكل صحيح بشكل دائري، تمام. راح ندخلهم هسا على الفرن درجة حرارة 200 مدة 35 دقيقة. هون هي طلعت، وهاي النتيجة، يا سلام. أذكى كيكة اسفنجية. شوفوا شوفوا كيف، الله الله الله. هنقسمها بالنص، شوفوا كيف هون انها اسفنجية كثير يا حبايبي. شوف، يا سلام الطعم، يا سلام، اشي بشهي. جربوها واحكولي، وبستناكم حبايبي. الى اللقاء.